بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، فضلا وليس أمرا، مشاهدة الفيديو والاشتراك وضغط زر الاشتراك بسم الله كل الرحمن جديد. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائي بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة اليوم عن الزراعة، واليوم نختص إن شاء الله عن مياه الأمطار التي تساقطت قبل قليل في قطاع غزة الحبيب. هذه الأمطار أمطار الخير، يعني يستفيد منها المزارع ويستفيد منها كل فلاح. طبعا أمطار مياه الأمطار تساعد على نمو النباتات بشكل سريع، وهذه الأمطار تحتوي على مواد عضوية مخصبة للتربة والأوراق التي تسقط عليها، وأيضا تحتوي مياه الأمطار على النترات، وهي أحد العناصر المهمة لنمو النباتات بسرعة وحتى الأشجار. وتنمو هذه النباتات وأوراقها وتتميز النترات بقدرية الامتصاص بسهولة من قبل النباتات. طبعا الأمطار أو المطر مياه الأمطار لها دور مهم في الحفاظ على النظم البيئية، تدعم مياه الأمطار الأسماك والطيور والنباتات والحيوانات. يتغذى النباتات على رطوبة التربة التي يكون مصدرها من مياه الأمطار. تمتص التربة مياه الأمطار تسقط عليها، ثم تكون هذه المياه عناصر غذائية مشبعة من المعادن الموجودة في التربة التي يمتص جذور النباتات. فيما بعد تنمو النباتات وبراعم الأشجار، تساعد على نمو النباتات وبراعم الأشجار عند امتصاص التربة لمياه الأمطار، مما تساعد على نمو أكثر النباتات والأشجار، لأن مياه الأمطار تحتوي على نسبة عالية من الأكسجين مقارنة بمياه الحنفية أو المياه العادية من الصنبور. أعزائي المشاهدين، نأتي على نهاية هذه الحلقة. أدعو إخواني الأعزاء أن يدعموا الفيديو للنهاية، والإعجاب والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.